اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ونعوذ بك من الزلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ونعوذ بك من الجنون والبرص، ونعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، ونعوذ بك من شر ما عملنا وشر ما لم نعمل. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى الملتقى في حلقة الغد إن قدر الله اللقاء والبقاء. أترككم في معية الله وأمني، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربك دوما يقول إني منك قريب وبك رحيم، فما ظنكم برب العالمين. أترككم في معية الله وأمني.